نحتفل ب 20 مارس من كل عام بيوم السعادة العالمي، حيث تقام العديد من الفعاليات اللي بتهدف لتعزيز قيم الإيجابية والتفاؤل بين الأفراد بمختلف فئاتهم. واخترنا بهالمناسبة نسأل أطفال عن سعادتهم لكونهم أطفال إماراتيين، وكانت هالردود. صراحة يعني هذا سؤال ما ينسأل، لكن أكيد نحن جدا سعداء بأن نحن نكون أطفال إماراتيين في دولة الإمارات. ننعم بالكثير يعني من المراكز اللي تدعمنا وتنمي مهاراتنا، والله يحفظ قيادتنا الحكيمة أيضا لأنهم ما يقصرون يانا في ولا شيء. أيوة، لأن أسعدني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وفرانا كل شيء. فخر كبير لي أني أكون طفلة إماراتية، لأن أشوف أن شيوخنا مقصرين ويانا يدعمون الطفل الإماراتي من كل النواحي. نعم، أنا سعيد أن طفل إماراتي بسبب أن حكامنا الراشدين مهتمين في أطفال. ليش مهتمين؟ لأنهم إن شاء الله بيكون أجيال المستقبل، وهم بيكون قاتل المستقبل.